عنا بكل خير، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة من ضمن هذه الأشواط التي تأتي. شوطنا الأول الذي يخصص للزمول المحليات الأصايل هو يعتبر شوطنا الأول في هذا الصباح، وجائزة هذا الشوط سيارة بالانتظار. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين، هي عبارة عن نيسان بلاتينيوم بالانتظار. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مسافتنا 8 كيلومتر، نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لكي نتعرف على الصدارة، ومن يتصدر الجميع في هذا المسار هو الانطلاق الأول. هنا يأتي أدهم مع المقدمة، تعود الملكية لمحمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، من يقدم لنا أدهم في هذا الصباح وهو مسيطر مع البداية. ثاني المراكز يتقدم ما يخاف ولا يخاف عن الناموس، يا سلام يا ما يخاف لعلي بن سلطان بن ناصر. علي بن سلطان بن ناصر الحميدي من يقدم لنا هذا الاسم اللي ما يخاف مع المركز الثاني. ثالث المراكز الوصل لمشاهدينا الكرام، شاهين لظاهر بن جمعة بن حارب المهيري من يقدم لنا هذا المسار لشاهين مع المركز الثالث. رابع المراكز الواصل والمنطلق شاهين يمع بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يقدم هذا الاسم. انتقل مباشرة الى المركز الخامس والوصول والقدوم من شاهين، ثامر بن علي بن سعيد البريص المري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الخامس. انتقل مباشرة الى المركز السادس والوصول والقدوم، هنا من يتقدم شاهين لراشد بن محمد بن ناصر بالخن من يقدم لنا هذا الاسم، شاهين مع المركز السادس. سابع المراكز الواصل والمتقدم مبعد لعلي بن عبد الهادي بن مخيط البريد المري يقدم لنا هذا الاسم مع المركز السابع. انتقل مباشرة الى الوصول من شاهين محمد بن حارب بالعقيد الاكتبي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثامن. انتقل مباشرة الى مزعل لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري من يقدم لنا مزعل مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز الواصل العبار سلطان بن محمد الملعاي. هكذا النتيجة، هكذا مسار الشوط، شوطنا الأول للزمول المحليات الأصايل النيسان البلاتونيوم في الانتظار لمن يترى هنا سعيد الحظ من يسجل هذه النقطة الذهبية في هذا الصباح. لمن الناموس، لمن الفوز، لمن الانتصار، الكل باحث عن ناموس في هذا المهرجان الختامي السنوي، ميدان الوهب الذي يشهده عاصمة الميادين. نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، شاهين مع المقدمة، جمعة بن راشد بن سعيد بالغافرية من يقدم لنا شاهين مع مقدمة الشوط، مسيطر مع البداية، معلن الحضور مع المقدمة ومع المركز الأول، ما يخاف مع المركز الثاني. علي بن سلطان بن ناصر الحميدي من يقدم هذا الاسم لما يخاف وهو يتقدم مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصل مبعد، تعود الملكية علي بن عبد الهادي بن بخيت البريد المري من يقدم لنا مبعد، يغير مباشرة مبعد مع المركز الثاني. المركز الرابع وصل هنا وتقدم شاهين، تعود الملكية لراشد بن محمد بن ناصر اللخن، يا سلام يقدم لنا هذا الاسم شاهين. المركز الخامس من الجانب الآخر، انتخر ونشوف اللي في المركز الخامس، يا سلام من غير مباشرة في هذه اللحظات وتقدم بهذا المسار شاهين. تعود الملكية لثامر بن علي بن سعيد البريص المري يقدم لنا شاهين مع المركز الخامس. المركز السادس أدهم لمحمد بن ناصر بن طويل بالمنصوري من يقدم لنا أدهم مع المركز السادس. سابع المراكز يا يوسف اللي في المركز السابع، شاهين لظاهر بن جمعة بن حارب المهيري من يقدم هذا الاسم وسلالة شاهين مع المركز السابع. ثامن المراكز من اللي وصل هنا، تقدم شاهين، تعود الملكية لمحمد بن حارب بالعقيد الاكتبي من يقدم لنا هذا الاسم لشاهين مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز مزعل محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. عاشر المراكز الوصول والقدوم، هنا من ترياق
ترياق لسلطان بن احمد بوعوانه المنصوري من يقدم لنا هذا الاسم، ولكن من يغير مع المركز العاشر عبر العبار سلطان بن محمد الملعاي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني. هنا نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط بعدما أكملنا النداء العشر الأوائل. لمن يترى الفوز؟ لمن يترى الناموس؟ لمن يترى الانتصار؟ لمن السيارة النيسان في الانتظار؟ يا سلام، مبعد إذن هو من غير على الصدارة، مبعد من احتل الصدارة، من آتى مع المقدمة، ومن يقدم علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي. هكذا مبعد هو مع مقدمة الشوط، مسيطر مع البداية، يليه مباشرة ويرافق شاهين، يمع الراشد بن سعيد بالغافرية. من يقدم لنا شاهين؟ نصل إلى انتصاف المسافة، نصل إلى 4 كيلومتر، هن الفيصل عن خط النهاية، ما تبقى إلا انتصاف المسافة. 8 كيلومتر مسافتنا، 4 كيلومتر ما تبقى على هؤلاء السمول. لمن يا أخوان الفوز والناموس والانتصار؟ هنا شاهين غير على الصدارة، ذامر بن علي بن سعيد آل بريص المري. من قدم لنا شاهين مع مقدمة الشوط؟ مبعد مع المركز الثاني علي بن عبد الهادي بن مخيت آل بريدي. شاهين مع المركز الثالث، تعود الملكية ليمع الراشد بن سعيد بالغافرية. من يقدم شاهين؟ المركز الرابع الواصل والمتقدم شاهين، راشد بن محمد بن ناصر الأخن يقدم هذا الانطلاق والمسار. هنا من ينطلق اللي هو شاهين مع المركز الرابع، قادمون إلى جسر العبور. هنا الوصول والانطلاق الممتاز، من يتقدم؟ أدهم محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري. المنصوري باحث عن انتصار وفوز في هذا الشوط. المركز السادس ياتي مشاهدين الكرام وينطلق في هذه اللحظات، يتقدم ياتي مشرف ويا مرحبا برميثي اول اذاعه المشرف، تقدم مباشره هنا الى المركز السادس، تعود الملكيه احمد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي. من يقدم لنا مشرف؟ باحث عن التشريف بالناموس، مزعل مزعل مزعل، تقدم مباشرة هنا إلى المركز السابع، ذعناه مع العاشر مع النداء الأول والنداء الثاني، ولا ننذيعه مباشرة مع المركز السابع محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط. هنا يقدم هذا الاسم الواصل والمنطلق شاهين محمد بن حارب بالعقيد الكتبي. وصلنا جسر العبور، وصلنا 3 كيلومتر، هن الفيصل عاد الله جسر العبور. لمن الناموس؟ لمن الفوز؟ الكل يقدم ما لديه. هنا مشاهدينا الكرام ما بين هؤلاء الزمول المحليات الأصايل، هنا الترياق ترياق إسلام سلطان بن أحمد بوعوانه المنصوري. من يقدم هذا الاسم ويقدم هذا الشعار؟ القادم سلهود، وصلكم سلهود خليفة بن سعيد بن مكتوم الينيبي. ما يبنى لطاري إلا مع هذا الموقع. الأمور بدت مشاهدينا الكرام تشتد في هذا الشوط، والمنافسة هنا تشتد ما بين هؤلاء الزمول القادم والواصل. شرط محمد بن بدر بشين الكثيري، ما يبنى رطاري، ما يخاف علي بن سلطان بن ناصر الحميدي. يا سلام، الوصول والقدوم. هنا من يتقدم؟ الأسد عيسى بن سهيل بن مهنة بن نوبي المحرمي، أول إذاعة مشاهدين الكرام له. نعود للبداية، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول المسيطر المنطلق شاهين. شاهين مع البداية البريص المري، ثامر بن علي بن سعيد البريص المري. لمن الشوط؟ لمن النيسان البلاتينيوم؟ هنا في الانتظار، هناك الزعفران، هنا السلامات في هذا الصباح. أين تتجه أيها المشاهد، أيها المشارك؟ لمن الانتصار؟ يا سلام يا شاهين، يا سلام يا البريص المري. هو متزعم الجميع، هو منطلق مع مقدمة الشوط، مسيطر مع البداية، مسيطر مع المركز الأول. أذكركم 2 كيلو لا غير، 2 كيلو لا غير عن النيسان البلاتينيوم، عن الفوز، عن الناموس. لمن يترى البداية مع المري البريصي؟ هناك شاهين ثامر بن علي بن سعيد البريصي المري مع مقدمة الشوط، ولكن وصل الجماعة، وصل هناك وتقدم مشاهدينا الكرام، وانطلق أدهم، وصل بن طويلب محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري. يا سلام يا سلام، أدهم يقدمها لنا مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين راشد بن محمد بن ناصر اللخن. يا هي اسماء، يا هي زح، يا هي هجوم من السمول، ما شاء الله. مبعد مبعد علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي يقدم لنا مبعد 1.5 كيلو، مجموعة مع المركز الثاني حوالي
حوالي 8 من سمول في موقع واحد يا ترى. المنافسة هنا، المعركة من أجل السيارة، المعركة من أجل الناموس والانتصار. وافي 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 عبد الله بن حمود، بن حمود بن تركي الكتبي، ما يبنى الطاري. وافي يتقدم مباشرة، ولكن وين الصدارة؟ وين الكيلو الأخير؟ بان الكيلو الأخير، بان النيسان، بان السيارة، بانت الفوز والانتصار. أين تتجه مشاهدي الكرام؟ التهنية في هذا الصباح، البداية الأولى، المقدمة شاهين مع البداية، مع المسار الأول ثامر بن علي بن سعيد البريس المري، ولكن ما يخاف، ما يخاف كما ذكرت كما سلفت، ما يخاف من الناموس علي بن سلطان بن ناصر الحميدي. يا سلام، وصلوك الجماعة، روح يا براي، روح، روح يا البريس، روح، روح بن حلفان، روح إلى الناموس، روح انطلق. هناك القادم أحلى من اللي وصل الأسد، الأسد الأسد، ديروا البال من الأسد. هنا عيسى بن سهيل بن مهنا بن نوب المحرمي، وأيضا مبعد علي بن عبد الهادي بن بخيت البريد المري، ثلاثة من السمول وما يخاف يتقدم. ولكن شاهين، سلالة شاهين هي على الصدارة، هي على الناموس، ما ترضى إلا بالفوز، ما ترضى إلا بالناموس، هي إلا بالانتصار. ما شاء الله بن حلفان، سعد الله صباحك، سق الله دارك، روح يا بن حلفان، روح، وصلوا الجماعة، انطلق إلى الأمام، انطلق إلى الناموس، إلى الفوز، إلى الانتصار. ما شاء الله تبارك الله على هذا الإبداعي، والفوز والانتصار. والسلامات مشاهدي الكرام إلى المملكة وإلى أهالي قطر. يا بن حلفان، من قدم لنا شاهين هو المسيطر مع السيارة، هو المسيطر مع الناموس، ثامر بن علي بن سعيد البريس المري بن حلفان يتابع الانطلاق. أسعد الله صباحك، سلام المملكة، سلام قطر على الفوز والانتصار. لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن فوز، معلن جدارة، معلن انتصار، معلن ناموس. بالفعل تهانينا والناموس هنيان لك يا ثامر بن علي بن سعيد البريس المري على الفوز والانتصار. المركز الثاني مبعد علي بن عبد الهادي بن بخيت البريد المري. المركز الثالث كان من نصيب الأسد عيسى بن سهيل بن محنى بن نوبي المحرمي. المركز الرابع اللي هو ما يخاف علي بن سلطان بن ناصر الحميدي. المركز الخامس كان من نصيبه مشاهدين الكرام شاهين راشد بن محمد بن ناصر اللخن. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. ننتظر التوقيت الزمني وفي انتظار الإعادة مشاهدين الكرام من خرج العزيز. هكذا النتيجة، ها أمامكم شاهين ثامر بن علي بن سعيد البريس المري، قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام. التوقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية، جزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لثامر بن علي بن سعيد البريس المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز مبعد لعلي بن عبد الهادي بن بخيت البريد المري، وقطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام. ننتظر التوقيت الزمني 13 دقيقة لا شك، اللي هو مبعد 18 ثانية. وفاء وتمام، تهانينا والناموس. ثالث المراكز الأسد عيسى بن سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي، وقطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 13 دقيقة 18 ثانية. أربعا ملك زهاكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس.